يا سبحان الله، كل حاجة زي ما هي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه القرف اللي انتوا جايبيننا فيه ده يا اخوانا؟ هو انت هتستر امتى يا بابا؟ ليه متذمر كده يا اخي؟ ما هم يومين كده لحد ما الدنيا تهدى ونبقى نشوف مكان تاني. طب والله يا عم شرحة وعلى الرايق، فيها دفى وأصالة كده، الطراز القديم والسقف العالي. انت يا ابني جايب حالة الرضا دي منين؟ شبح! أنا تاني شبح! روح 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 اشرب لي الرش التاني. استنى استنى، دي تيتا أشجان أم عم سراج. اشرب لي الرش التاني. إيه؟ اشرب لي الرش التاني. أنا مش فاهم بتقول إيه؟ أنت كويسة يا أمي؟ اشرب لي الرش التاني. اشرب لك الروشتة دي. حاضر. مش فاهم. يا نهار أسود. الروشتة دي من 2002. ده أنت كده ضاعت عليك الاستشارة. يا عم سراج! إيه ده يا متهور؟ إيه يا عم سراج ده؟ أمك عيانة جوه بقى لها 20 سنة ومحدش جاب لها الدواء. أمي أنا كنت فاكرها عند أخويا. بعدين بعدين، تعال بس ترتاح. أقعد إيه وارتاح؟ بقول لك أنت ناسي أمك جوه. أنا دخلت لقيت عنكبوت معشش على عينيا. عمار بيد الله، ما تضايقوش. خليك يا عم سراج منمل زي ما أنت. تحبوا تشربوا شاي؟ ولو حابين نشرب شاي، مين هيعمله لنا؟ حد فيكم ويعمل لي معاكم. لو الواد حمودة كان صاحي كان زمان هو اللي عمل لكم الشاي. خلاص يا فاطمه خليكي بشلوله زي ما انتي، انا اللي هعمل الشاي. اعمل لنا معاكي يا لولو معلقه ونص سكر. تحب اسندك تقعد ولا انت مش حابب الفكره؟ لا مؤاخذه يا خاله، انا بس مش لاقي المطبخ. اللهم صل على النبي. لا انا كنت هناك السبت اللي فات. لو الذاكره مش خايناني يبقى الباب اللي على اليمين. انا هخش اضاف الكهف بنفسي، خليكي يا خاله مرتاحه. لا ولا خد يا علاء، خد تعالى واحنا يا ابني لسه هنشرب شاي دلوقتي. أنا عايزك في كام خدمة كده بس، يا رب ما أكونش هزعجك. ما تقولش كده يا عمي، ده أنتوا اللي مني. الجرار بتاعي اتسرق من فترة كده، عايزك تروح تعمل لي محضر. شفت بيسوق؟ حاضر حاضر يا عمي. والنبي يا ابني لو مش هنتقل عليه، عج على الأرض بتاعتنا وافتح مكنة المية عليه. ارويها من عينيا يا خالة. حاضر. ما تخطف رجلك للسنترال وتقدم لنا على الخط الأرضي. ليه؟ خط أرضي ليه؟ لو ركبوا لكم خط أرضي هتقوم ترد يعني؟ حاضر يا عم. حاضر. وكمل جميلك بقى ووصل لحد السجل عشان تسجل البنت فاطمة دي. حاضر. ايه اللي حاضر؟ فاطمة ايه اللي هتسجلها؟ وانت كنت فين لما الامور وصلت لكده؟ اقول لك ايه يا جن؟ ما تضايقوش، ما تخلوش يقوموا يطردنا. اتركوا يا جماعة، انا لسه هقوم اطردكم. ده انتوا منوريني. اهلا وسهلا. انا مش قادر. انا هخش بقى. يابا انا هقوم اخد حمام يا ستي. يلا. حبيبي يا عمي بقالي كتير ما شفتكش بتتحرك. اللهم صل على فكره. المجهود اللي انت بتبذله ده اكبر بكتير من لو قمت مشيت. مع السلامه يا عمي. مع السلامه يا حبيبي.